مشاهدينا الكرام، احييكم من تلفزيون جمهورية الصومال لهذا القومي، والى حضراتكم النشرة الاخبارية وابرز ما فيها. رئيس الجمهورية واستضافته بمأدبة افطار كبار علماء البلد. وزير وزارة الصناعة واستقباله لاعضاء الجالية الصومالندية بدولة السويد. مشاهدينا الكرام، كانت هذه ابرز العناوين، واليكم بتفاصيل النشرة. أقيم اليوم بالقصر الرئاسي بجمهورية صوماليلاند لقاء موسع بين كبار علماء البلد ورئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم، حيث يقام نحو هذا اللقاء من قبل فخامته مرة في كل سنة لعلماء البلد. أقيم اليوم بالقصر الرئاسي لقاء موسع بين كبار علماء البلد ورئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم، حيث يعقد نحو هذا اللقاء في كل سنة مرة، وخاصة والتي تزامن في كل سنة من شهر رمضان المبارك. هذا وعقب أن تمت مائدة الإفطار التي استضاف بها فخامة الرئيس الجمهورية على العلماء الوطن من جميع أقاليم البلد. تحدث الجانبان وناقش معا عن عدة قضايا وأمور مهمة اجتماعية ودينية وغيرها، وفي الختام قدم علماء الوطن شكرهم البالغ إلى رئيس الجمهورية على الشرف الكريم الذي حملهم الرئيس باستشارته في أمور كثيرة من أمور الدنيا والدين، كما عبروا مرة أخرى شكرهم البالغ على مائدة الإفطار التي استضافها بهم فخامة الرئيس الجمهورية. أقام وزير وزارة الصناعة بجمهورية صوماليلاند معالي شعيب محمد موسى مأدبة عشاء لعدد من أعضاء الجالية الصوماليلندية المغتربة بدولتي فنلندا وسويد، تكريما لجهودهم وأعمالهم الدؤوبة من أجل قضية وطنهم. أقام وزير وزارة الصناعة بجمهورية صوماليلاند معالي شعيب محمد موسى مأدبة عشاء للمغتربين الصوماليلانديين الذين قدموا إلى أرض وطنهم للتصيف وتنفيذ مشاريع تنموية في بلادهم، كما أن أعضاء الجالية الصوماليلاندية لا تنحصر أعمالهم من تنفيذ مشاريع فقط، بل من ضمن أعمالهم واجتهاداتهم التي يؤدونها للوطن قيامهم بزيارات وجولات إلى مسؤولي دول القارة الأوروبية من أجل أن يشرحوا لهم قضيتنا و نيل هدفنا المنشود واستعادة اعترافنا كسائر الأمم كدولة لها كيانها ووجودها وهيكلها المتكامل لدعائمها وأسسها كوجود أي دولة وأمة. وفي الختام شكروا إلى معالي الوزير على كرمه الدائم والمستمر لهم واستضافته بهذه المائدة. أجرى التلفزيون القومي بجمهورية صوماليلاند لقاء صحفيا مع رئيس حزب كل فرعه بدولة السويد، متحدثا عن الإنجازات التي توصلوا إليها أثناء فترة توليه مسؤولية الحزب. أجرى التلفزيون القومي بجمهورية صوماليلاند لقاء صحفيا مع رئيس الحزب الحاكم العضو فؤاد كامل بدولة السويد، قدم من خلال حديثه إلى وسائل الإعلام شرحا مفصلا عن المراحل التي مرت بها عملهم، وفي شرحهم لمسؤولي دولة السويد إلى وضعنا وأحوالنا العامة ودعوته بأن يمنحوا لدولتنا اعترافا من جانبهم. هذا وأشار سيادة الرئيس الحزب من خلال هذا اللقاء إلى أنهم فعلا كانوا دؤوبين في عملهم في هذا الشأن ونشر هذه القضية المهمة لوطننا، حتى وصلت الآن إلى آخر مراحلها وحصولنا على اعتراف جزئي، والذي يعتبر بالنسبة لنا إنجازا عظيما ومهما لبلدنا وشعبنا. مشاهدين الكرام، بهذا النبأ تنتهي نشرتنا الإخبارية لهذا المساء، قدمتها على حضراتكم من تلفزيون جمهورية صوماليلاند القومي. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.